بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بيكم النهاردة، وسعيد إن أنا هشارككم محتوى عن الصداع. ناس كتيرة جدا بتجيلنا في العيادات، من ضمن الحاجات الأساسية اللي عندها صداع. هل الصداع كده نستطيع إن احنا نقول حاجة معينة بس اللي موجودة لو حصلت هيبقى عندنا صداع؟ لا. يلا النهاردة مع بعض كده هنعرف إيه هي أشهر الأسباب شيوعا للصداع. تيجي تتكلم عن الصداع اللي عندك تبدأ تراجع نفسك، إيه اللي موجود عندي من الحاجات دي علشان أعرف السبب الصداع اللي موجود عندي. خلينا نخش على السبب الأولاني أو من أشهر الأسباب اللي موجودة واللي بتقابلنا في العيادة بشكل مستمر، الأنيميا. الناس اللي بتعاني من مشاكل في الانيميا تعتبر هي اكثر عرضه للصداع. الشكاوى الاكثر شيوعا اللي بتقابلنا في العيادات بالنسبه للناس اللي بتعاني من انيميا: يا دكتور انا عندي صداع مستمر وارهاق مستمر، ببذل مجهود بسيط وبحس بتعب سريع، احيانا بيبقى فيه نهجان. فطبعا لو بنتكلم عن مشاكل الانيميا نقدر نقول ان من ضمن اشهر الاسباب شيوعا للصداع نقدر نقول الانيميا. دي كده السبب الاولاني او من ضمن اشهر الاسباب اللي موجوده عندنا. تاني حاجه ممكن نتكلم فيها مشاكل الصداع النصفي. الناس اللي بتعاني من مشاكل في الصداع النصفي، يعني ايه صداع نصفي؟ عشان الناس اللي بتتفرج علينا او اللي لسه في مقتبل العمر او اول مره يسمع هذا المصطلح، ان هو بيبقى صداع جايب نص بس من الدماغ، جايب نص الدماغ فقط في جزء في ناحيه واحده من الدماغ، فيعتبر برضو الصداع النصفي من ضمن الاسباب الرئيسيه للصداع. برضو ثالث حاجه من ضمن اشهر الحاجات اللي بتقابلنا في العيادات، الناس اللي بتعاني من مشاكل في الجيوب الانفيه. طبعا الناس اللي بتعاني من مشاكل في الجيوب الانفيه احيانا بيعانوا من رشح مستمر وسخونيه احيانا. برضو ارتفاع الضغط يعتبر من ضمن الحاجات الأساسية اللي لها دور كبير جدا في ظهور الصداع عندنا. فلو انت بتعاني من مشاكل في الضغط لازم نحل مشكلة الضغط علشان نستطيع ان احنا نعالج الصداع اللي موجود عندنا. التهاب الأذن الوسطى، وده بيكون عندنا طنين في الأذن واحيانا ممكن يكون موجود عندنا صديد، يبقى التهاب الأذن الوسطى يعتبر برضو من ضمن الحاجات الأساسية اللي ممكن تسبب لنا الصداع. برضو من ضمن الحاجات الأساسية اللي ممكن تسبب لنا ظهور الصداع عندنا نقدر نقول العدوى والانفلونزا. العدوى والانفلونزا، يعني ايه عدوى يا دكتور؟ بشكل احنا قلنا طبعا عملنا فيديو مخصص كده واتكلمنا فيه عن العدوى وما هي العدوى وانواع العدوى اللي موجوده في الجسم. برضو العدوى لما بنيجي نقول ممكن الصداع يكون من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي مسبب لنا الصداع. طب العدوى دي يعني ايه؟ يعني تكسير ووجع في الجسم كله وعنده اعراض على حسب المكان، ده بشكل مختصر. وطبعا من ضمن الاعراض اللي موجوده عندنا يكون عندنا صداع. فلو انت عندك عدوى وعندك انفلونزا، طب من ضمن الاعراض الرئيسيه اللي ممكن تظهر عندنا الصداع. برضو ممكن ندخل مشاكل النظر، الناس اللي عندها مشاكل في الرؤيه. من ضمن برضو الاسباب الرئيسيه لظهور الصداع عندنا الاورام في المخ والضغط على الاعصاب. فلازم نراجع مشاكل، هل عندنا مشاكل الاعصاب مختلفه او عندنا ورم في المخ او كده؟ لازم نتاكد ولازم عشان كده احنا بنقول للناس بلا استثناء، كلها بلا استثناء، كل 6 شهور روح اعمل فحص عام للجسم كله علشان تتاكد ان الحمد لله انت صحيا بخير. وحتى لو انت مش حاسس باعراض لاي شيء، يعني احنا المفهوم ده في الوطن العربي عندنا يكاد يكون معدوم، يعني ما نقولش لا، في بعض الدول بدات تهتم الصحه بقى من راس اولوياتها وبيعملوا فحص عام وبينبهوا على الناس بشكل مستمر. لكن احنا بنتكلم بشكل عام او مفاهيم عند اغلب الناس، يعني ايه فحص عام؟ انا ما عنديش حاجه اروح اعمل فحص عام ليه؟ لا، روح يا حبيبي، قد يكون هناك لا يكون هناك اعراض لمرض مثلا وليكن مستعصي، بس نكون احنا في بداياته. بمرور الوقت بيبدا ينمو هذا المرض ويبدا يتضخم، وبعد كده لا نستطيع حل المشكله اللي موجوده عندنا. عشان كده بنقول كل 6 شهور لا تنسوا بشكل مستمر، كل 6 شهور نعمل فحص عام علشان نتاكد ان احنا الحمد لله صحيا بخير. برضو من ضمن الحاجات الاساسيه والمشهوره قوي لظهور الصداع عندنا وجع الاسنان. الناس اللي بتعاني من مشاكل في الاسنان بيبقى من ضمن الاعراض اللي موجوده عندنا الصداع. فلو انت عندك مشاكل في الاسنان حل مشكله الاسنان عشان الصداع بتاعنا يختفي. من ضمن اشهر مشاكل الجهاز الهضمي اللي بتسبب لنا الصداع الامساك. فانت عندك امساك مزمن فانت عرضه للاصابه بالصداع. يعني يعتبر كده الحاجات اللي احنا قلناها ديت يعتبر من ضمن اشهر الحاجات الاساسيه اللي احنا بالفعل لو جينا نتكلم في الصداع هنقول دومت اغلب الحاجات اللي بنشوفها في العياده. يقول يا دكتور انا بعاني من صداع ما اعرفش ايه السبب. يبقى لازم تفحص، هل عندك مشاكل في الاسنان؟ هل عندنا ضغط؟
هل عندنا مشاكل في الرؤية، هل عندنا وجع في الأسنان، هل عندنا مشاكل في ضغط على الأعصاب أو أي أورام مختلفة، هل عندنا إمساك مزمن، هل عندنا وجع في الأسنان. لازم نبحث عن السبب. هل عندنا أنيميا؟ نبحث عن السبب اللي موجود عندنا إيه، ونبحث عن السبب ونعالج هذا السبب. في بعض الناس عشان نكون من باب الأمانة العلمية، يعني هناك أشياء، يعني هناك صداع غير معروف السبب. بس أنا دائما أقول إن الشيء غير معروف السبب، لو إحنا استبعدنا كل المشاكل الصحية، إن إحنا ما عندناش مشاكل صحية وبعد كده والفحوصات بتاعتنا بتقول الحمد لله إحنا صحيا بخير وما فيش أي مشاكل عندنا، وبعد كده برضو عنده صداع، فأنا بقول الحالة النفسية. فبرضو الحالة النفسية السيئة والتوتر والضغط النفسي والاكتئاب برضو من ضمن الأسباب الرئيسية لظهور الصداع عندنا. عشان كده أنا في أغلب القنوات، في التلفزيونات، في كل مكان أقول بشكل مستمر ممنوع العصبية. ما تسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموت في النهاية وهو قاعد في حالة من البرود. فعشان كده حافظوا على هدوءكم، حافظوا على أعصابكم، اعملوا الحاجات اللي بتبسطكم، ابعدوا عن الناس اللي بتضايقكم، صاحبوا الناس الإيجابيين اللي يدوكوا طاقة إيجابية. الناس السلبية واللي بتعطي يعني دائما طاقة سلبية ابعدوا عنهم، وبكده نستطيع ان احنا نتخلص من المشاكل النفسية. فبرضو المشاكل النفسية قد تسبب لنا صداع لو بعدنا عن الضغط والقلق والتوتر وفكرنا بس ودورنا على الحاجات اللي احنا بنحبها ونعملها. يعني كل يوم كده لو تسأل نفسك ما الذي أسعد به في حياتي الآن وكيف أحصل عليه وما تأثير ذلك على نفسي، اسألوا أنفسكم أسئلة إيجابية وحاولوا تجاوب عليها. وكل يوم اكتبوا الحاجات اللي انتم ممكن تعملوها اللي ممكن تبسطكم وتسعدكم. وطبعا لو احنا بنقول على السعادة الحقيقية هي موجودة في رضا الله عز وجل، قربوا من ربنا اكتر، قولوا يا رب في الوقت اللي انتم تعبانين فيه، قولوا يا رب ربنا قادر في لحظات ان يصنع مكان جميل من اجلك. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطية دهشان، دمتم بصحة وعافية، باي باي.